بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلا نزال في تفسير كتاب الله عز وجل. وقبل أن أخوض في تفسير هذه الآيات، أريد أن ألفت الانتباه إلى أنه حصل خطأ يسير في ترقيم الآيات في الدروس السابقة، فربما تكون مثلا الآية 33 تكون مرقمة ب 32 وهكذا، يعني هذا خطأ يسير فأرجو الانتباه إليه. الآن وصلنا إلى الآية 34، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سبق أن أظهر الله جل جلاله فضل آدم على الملائكة، وكان هذا الفضل بالعلم، فالعلم مناط الخلافة، والعلم قبل القول والعمل، وهو أول واجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى. حينما ظهر فضل آدم، الله جل جلاله هنا أمر الملائكة بالسجود له، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السجود قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. السجود الحقيقي هو على الأعضاء المعروفة، على الأعضاء السبعة المعروفة، فهذا في لغة العرب. والسجود المجازي هو الخضوع، وهذا استخدم في كتاب الله، وهذا أيضا استخدم في كتاب الله سبحانه وتعالى، والنجم والشجر يسجدان، وكذلك كل الآيات التي جاءت في سجود الأفلاك والكائنات لله سبحانه وتعالى، فسجودها بمعنى الانقياد التام. وهذه الآية الظاهر أنه السجود الحقيقي، السجود الحقيقي يعني هو الانحناء والخضوع الحسي، وهذا مقدمة للخضوع المعنوي، يعني بينهما اقتران، لأن هذا علامة على الخضوع المعنوي. فالملائكة قد أمرهم ربنا سبحانه بالسجود لآدم، والسجود هذا قطعا ليس سجود عبادة، العبادة لله وحده، إنما هذا سجود خضوع واحترام. والسجود الذي هو للعبادة مختص بالله رب العالمين، وقد منعنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسجد لغير الله، فهو حرام، حرام، ولا نقول الشرك إلا إذا اقترن بنية الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو الشرك، أو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، تعظيم العبد لمعبوده. لماذا نقول هذا ولا نقول هو بذاته شرك؟ لأنه قد حل في شرائع سابقة، مثل شريعة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف كما تعلمون في قصتهم. أما هنا إظهار لمزية آدم وفضل آدم، ولا غرابة حينما قلنا إن الكون قد سخر من أجل الإنسان، وأن الله سبحانه قد سخر السماوات والأرض وسخر الأفلاك العظيمة لهذا الإنسان، فالملائكة من مخلوقات الله العظيمة، أيضا الله سبحانه وتعالى أمرها أن تحترم هذا الإنسان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا آدم وإبليس لي وقفة يسيرة معهما. أولا في قضية آدم، وهذه قضية صناعية، يعني آدم ممنوع من الصرف. طيب، ما الذي منعه؟ القاعدة التي تقال في هذا ما هي؟ العالمية والعجمة. وإبليس كذلك ممنوع من الصرف، ما الذي منعه؟ العالمية والعجمة. هنا وقفة لطيفة، وأرجو أن يتسع صدر الإخوة الذين يحفظون القواعد لي. طيب، آدم وإبليس حينما تعود إلى معاجم اللغة ستجد أنهم ذكروا أن آدم مشتق من أدمة،
التي هي ماذا؟ لون الجلد. وإبليس من أبلس، بمعنى انقطع أو تحير أو حزن أو كذا وكذا، وكل هذه المعاني موجودة في إبليس عليه لعنة الله. طيب ما الذي حصل؟ إذا قلت هي أسماء عربية فينبغي أن تصرف، لأن العالمية وحدها ليست كافية. وإذا قلت هي أسماء أعجمية فكيف تقول لي هذا من أبلس وهذا من آدم؟ من أدم. الأمر في هذا عائد إلى قضية كنا نسمعها من شيوخنا في الجامع الأزهر، يقولون علة النحوي كالوردة، تشم ولا تفرك. كيف؟ هؤلاء حينما قعدوا اللغة أرادوا أن يأتوا بقواعد منضبطة، فوجدوا مثلا 90% من كلام العرب هكذا، عالمية وعجمة. طيب هل يمكن أن يكون مصروفا ولا يوجد فيه العلل المذكورة التي ذكرها علماء النحو أو علماء الصرف؟ هنا علماء النحو والصرف ولا سيما مدرسة البصرة عندهم شيء من التكلف لجعل هذه القواعد قطعية صارمة لا يخرج منها شيء، فجاءتهم إشكالات من هذه القبيل، من هذا القبيل. كذلك قصة أشياء، قالوا لا، أشياء هي شيئاء وهذه الأفعاء وكذا وكذا. طيب الحقيقة هنا تساؤل يسير، والحقيقة ربما أقترب هنا من مدرسة ابن مضاء الأندلسي الذي يرجح جانب السماع دائما، فيقول لماذا لا تقول، لماذا لا تقول بالسماع هنا؟ لكن القول بالسماع ما الذي يحصل عليه؟ يحصل عليه كوارث، سينهدم البناء النحوي الذي قعدته المدرسة البصرية. لذلك لنبقى مع مدرسة البصرة ونقول آدم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. والحقيقة هنا في مشكلة كانت تدور في خلدي، وهي هم استدلوا بالقاعدة التي هم قعدوها. يعني ماذا قالوا؟ نظروا في فروع كثيرة فقالوا ماذا؟ كل ما كان عالميا وأعجميا يمنع من الصرف، جيد جدا. ثم رأوا آدم، طب مع مادة عربية هذه واضحة، واضحة، وأيضا إبليس مادة عربية، فماذا فعلوا؟ قالوا بما أنه مصروف ممنوع من الصرف إذن هو ليس عربيا. يعني استنبط من نفس القاعدة فرعا عاد به على أصل المسألة. طيب هنا وقعوا في إشكال كبير جدا، والحقيقة تجد هذا ارتباك جدا في مدرسة، في عند المفسرين، عند المفسرين بالذات تجد هذا الارباك، يجد المادة عربية واضحة العروبة ثم بعد ذلك يقول هو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. في الحقيقة هذه سببها ما هو الذي قلنا، ما قاله مشايخنا في الزمان الماضي في الجامع الأزهر، قالوا لا تقف كثيرا عند علل النحات، فعلة النحوي كالوردة تشم ولا تفرك، فقط شم من بعيد، إذا فركتها ستسقط. لماذا؟ لأنه يحاول تقعيد اللغة المسموعة. نعود إلى التفسير، فالناس لا يحبون النحو ولا الصرف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا قضية ثار حولها جدل كبير، والحقيقة هذه ربما لا تحسم إلا في عند بعد قيام الساعة، وهي ما حقيقة إبليس؟ هل هو من الملائكة؟ طب إذا كان من الملائكة، إذا كان من الملائكة فالله تعالى يقول كان من الجن، إلا إبليس، إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقلنا الملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس، لا هذه أبى في سورة الكهف ماذا؟ كان من الجن قبل الآية بدايتها، قلنا اسم آدم فسجد إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فهناك الله تعالى يقول كان من الجن. طيب كان من الجن، طيب إذا كان من الجن فلماذا يسجد؟ الله تعالى أمر الملائكة ولم يأمر الجن. وهناك أقوال كثيرة ويعني مجادلات طويلة، قلت هذه من أعقد المسائل التي خاض فيها المفسرون، وكل واحد من هؤلاء له دليل.
فبعضهم يقول ماذا؟ الجن هي قبيلة موجودة من قبائل الملائكة اسمها الجن، الذي يقول إن إبليس قد أمر بالسجود. الذين أمروا بالسجود هم الملائكة. طيب من هم الملائكة؟ يقول بعضهم نوراني وبعضهم ناري. ها، وهذا الجن، هذا القبيل، هذه القبيلة التي هي من قبائل الملائكة خاصة اسمها الجن، هذه صفتها كذا وكذا، وكأن الملائكة جنس تحته أنواع عند هذا، عند أصحاب هذا القول. إذن كونه عصى ربه، إذن كان مأمورا بالسجود، والأمر بالسجود جاء إلى الملائكة، فهذه وجهة نظر من يقول إن إبليس كان ملكا من الملائكة. تأتي الآية الأخرى وهي حجة الفريق الثاني وتعكر على هذا القول، التي تقول كان من الجن، كان من الجن، كيف تفعل بها إذا الجن غير الملائكة؟ أصحاب القول الأول يقول لا، هم يعني فريق من الملائكة، قبيلة من قبائل الملائكة. الذي يقول لا، هناك من يقول ماذا؟ هو من الجن وليس من الملائكة، والملائكة ليست من الجن، ولكن جاء الأمر لهذه الجماعة وهو كان مع الجماعة، مع جماعة الملائكة، فلا يحق له أن يرفض الأمر. على كل حال قضية جدلية لا نريد أن نخوض فيها كثيرا، لأنه لا ينبني عليه كبير فائدة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه استكبر، هذه الصيغة الألف والسين والتاء استفعل في لغة العربي تدل على الطلب، فهو ليس كبيرا، إنما هو استكبر، استكبر يعني طلب الكبر بهذا، فهو صغير حقير. فالعربي حينما يسمع، العربي الأصيل الذي يعني عاصر التنزيل، حينما يسمع استكبر يعلم في ذات الكلمة إن إبليس حقير تافه، وكل مستكبر حقير تافه. لماذا؟ لأنه يحاول أن يخرج من الصغر إلى العظمة. أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، كيف كان من الكافرين؟ يقولون بالمعصية. طيب المعصية على قواعدنا، على قواعد الشريعة التي جاءتنا، المعصية لا تستوجب الكفر، المعصية معصية، يستغفر ويتوب. فيقال لا، هنا لا، هذا الرجل جحد واعترض على أمر الله، فليس لمعصيته كان من الكافرين. القرآن عادة يطوي هذه المسائل، أحيانا يبسطها في مكان، يبسطها في مكان، وأحيانا يأتي بها موجزة في مكان آخر. فعصيان إبليس الذي جعله من الكافرين ليس أنه ترك الأمر، إنما لأنه اعترض على الأمر، والاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى هو الكفر. قال أنا خير منه، وصار يعلل ويفلسف يتفلسف، خلقت من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر. إذن هنا يعترض على حكم الله، فكفر إبليس ليس لأنه فقط أبى، إنما لأنه أبى معترضا على حكم الله جل جلاله. أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكافر شرحناه سابقا، وقلنا هذه المادة تدل على التغطية والستر، فهو جحد نعمة الله تعالى وفضل الله تعالى عليه، فاعترض على خالقه، فكان من هذا الصنف الجاحد والعياذ بالله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلنا اهبطوا منها جميعا إلى آخر الآيات.
كفر إبليس، الله تعالى جعل آدم في الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا لم يأتي الخطاب إليهما؟ اسكنا، لاحظ هنا اسكن أنت وزوجك، بينما بالنسبة للأحكام التكليفية ماذا قال؟ وكلا منها ولا تقربا. إذن كلا لا تقربا، الخطاب توجه إلى آدم وحواء، بينما السكنى اسكن أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك. استنبط العلماء من هذا فائدة، أن المرأة تابعة لزوجها في السكنى. لم يقل اسكنا، فالرجل مكلف بالسكن. وفي الحديث يقول ماذا؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة إيه؟ البيت، البيئة، والباءة والمتبوأ يدل على البيت، فالباء مراد به ماذا؟ السكن. وسبحان الله في اللغة التركية ماذا يقول المتزوج؟ إفلي. إفلي يعني كأنه أيضا، إف يعني بيت، يعني مشتق من ماذا؟ من البيت، فكأن الزواج هو البيت. اسكن أنت وزوجك الجنة. فالرجل مكلف بالسكن، المرأة تبع له. وزوجك الجنة لعلنا ذكرنا سابقا، لا أدري، أن الزوج أفصح من زوجة في لغة العرب، ولذلك لم تأتي في القرآن كلمة زوجة، وإن كانت فصيحة كما قال الفرزدق: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. لعلنا ذكرنا هذا سابقا. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الجنة في لغة العرب هذه المادة جانانة تدل على الستر في كل معانيها، فالمجنة هي المقبرة لأنها تغطي الموتى، والجنين هو في بطن أمه لأنه مغطى، وكذلك تطلق كلمة جنين على المقبور. لماذا؟ لأنه قد غطي، كما في قول طرف لعلنا ذكرناه سابقا: ولا شمط فما وجدت كوجد أم سقب أضلته فرجعت الحنينة، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. يعني يقول حزني كحزن تلك الشمطاء العجوز التي بيض شعرها على فقد تسعة من الولد. فالجنين هذا، والمجنون جن عقله سترة. إذن الجنة تفهم إذا سمعت هذه الكلمة أنها تغطي، فالإنسان إذا دخلها يغيب في طياتها، كذلك تستره من الشمس إذا كان هناك شمس، لكن في الآخرة لا يوجد شمس، إنما الإنسان أجنته أو جنته غطته وسترته. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كلا منها، الإنسان ناقص وكماله بالأكل والشرب. نعم، الإله مستغن، فالأكل والشرب بالنسبة له نقص، فالكمال قد يكون في حق الكمال الذي في حق الإله قد يكون نقصا في حق البشر. لماذا؟ لأنه محتاج، فالإنسان لا يأكل ما معناه؟ هذا ناقص ليس كاملا. إنسان لا ينام هذا ناقص، أما الإله إذا نام فهذا نقص في حقه لأنه محتاج مفتقر، وهكذا. إذن الإنسان محتاج إلى الطعام دائما، الله جل جلاله هيأ له في هذه الجنة العيش الرغد الهنيء، هني لا يوجد تكليف في هذه الدنيا، لا يوجد ذلك الهناء، تلك الراحة ليست موجودة، ليس فيها عيش الرغد، هني مريح سهل
يحصل على كل ما أراد. كل هذه المعنى معاني تؤديها كلمة رغدا، وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث هذه للمكان، يعني كل ما تشاء، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا تقربا هذه الشجرة. القاعدة تقول ماذا؟ كل ممنوع مرغوب. الإنسان يشتهي الشيء الممنوع. وفي المثل، وبعضهم يرويه حديثا، وهذا لا يصح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز روايته على أنه حديث، لكنه مثل قاله الناس. وكثير من هذه الأخبار الموضوعة في ذاتها ليس فيها مشكلة. لماذا؟ لأنها أمثال أو حكم أو كذا. فيقول ماذا؟ لو نهي الناس عن فت البعر لفتوه. البعر ما هو؟ ما تخرجه الدابة، النعجة مثلا. فهنا يقول لو نهاهم الله تعالى عن ذلك لفعلوه. لماذا؟ لو في جد رغبة الإنسان هكذا، عنده نفس، والنفس كبيرة هذه. ولا تقربا هذه الشجرة، نص عليها، فتكونا من الظالمين. إذن قربان الشجرة، لاحظ، ولا تقربا هذه الشجرة، لم يقل ولا تأكلا منها. وأخذ منها العلماء ما يسمى مقدمة الواجب. ما هو مقدمة الواجب؟ ها، ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب، ما أدى إلى واجب فهو واجب. طيب، ما أدى إلى حرام ربما أخذ حكمه أيضا، مقدمة أيضا الحرام. فلاحظ هنا الله جل جلاله مثلا ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لم يقل ولا تزنوا. لاحظ، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، يعني إذا تساهل الإنسان في مقدمات الزنا سيجد نفسه بعد ذلك مضطرا. لماذا؟ لأن الشهوة وأيضا الغريزة البشرية تحكمه. لذلك الله تعالى نهاك عن الاقتراب من تلك الدائرة، كذلك عن الخمر قال فاجتربوه، يعني كن بعيدا تمام البعد عنه. هنا ماذا؟ ولا تقربا هذه الشجرة، يعني هذه الزاوية، لم يقل لا تأكلا منها، قال لا تقربا. مجرد قربان هذه الشجرة سيؤدي إلى ضرر. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما هي هذه الشجرة؟ تكلم الناس فيها كثيرا، وهذا من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. لذلك لا نخوض فيها. المفسرون بعضهم يقول ماذا؟ شجرة العنب، وبعضهم يقول شجرة الحنطة، والمصريون يحبون التفاح، يقول شجرة التفاح، والشاح هذا كثيرا أنها شجرة التفاح. كل هذا يعني لا ليس عليه دليل، إنما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ظلم الإنسان لنفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعصية أورثته ماذا؟ ندما طويلا، أكلة واحدة كما قال بعض السلف أورثتنا ندما طويلا، أكلة واحدة أورثتنا بني الإنسان ندما طويلا. ظلم نفسه لأنه كان في عز ورز، كان في طعام وهناء وراحة وتكليفات لا يوجد وكذا، فقط لا تقترب من هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما، يوجد قراءة تقول ماذا؟ فأزالهما، أزلهما من الزلل، فالزلل مقدمة إلى الإزالة. والقراءات هذه أبعاد القرآن، وبعضه يفسر بعضا، والقراءتان كآيتين. طبعا نحن في التفسير، هذه قاعدة نسير عليها، لا نلتزم المتواتر في القراءات في التفسير، لأن هذا مسموح به. القراءة الشاذة تسمى القراءة التفسيرية. طب قاعدة، لا أتكلم عن هذه القراءة، أنا أتكلم بشكل عام، قاعدة سنسير عليها إن شاء الله. إذن فأزلهما، جعلهما يقعان في الزلل. ما هو الزلل؟ هو الخطأ، المعصية. فأزلهما، وهذا الزلل أدى بهما إلى الإزالة، فجاءت
القراءة الثانية فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الشيطان تحدثنا عنه فيما مضى، فأخرجهما مما كان فيه يعني من ذلك النعيم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه علماء اللغة يقول ماذا يعني متعادين؟ بعضكم لبعض عدو، متعادين، فيوجد عداء للهابطين إلى الأرض. من هم الهابطون إلى الأرض؟ آدم وحواء وما تناسل منهما، إبليس وما تناسل منه. إذن هذا كيف جاء إبليس وكيف وسوس إبليس وكذا وكذا، هذه أشياء خاض فيها المفسرون، وأكثر ما خاضوه أخذوه من الإسرائيليات، لذلك نحن نضرب عنها الذكر صفحة. قال والله الحية دخلت وكذا وكذا، هذا أمر لا يعنينا، وقصة الحية لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة، إنما جاءت من التوراة، فيعني لا نصدق ولا نكذب، ولكن لا نتعب أنفسنا بمثل هذا. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انتبه جيدا، بعض الناس يعني يقول طيب يعني لو لم يعصي آدم وعصى آدم وكذا وكذا، يا أخي انتبه جيدا، الله تعالى في أول الأمر في الآية السابقة ماذا قال للملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم مهيأ للأرض، وربه يعلم أنه سيفعل ما فعل. أي جنة كان فيها آدم؟ هل هي جنة الخلد؟ هل هي جنة عدن التي لا تزول؟ أم هي جنة ما في الأرض؟ الله تعالى أعلم بهذا أيضا. الظاهر من إطلاق القرآن أنها الجنة، لأن الألف واللام هذه عهدية. لكن ليس هذا قطع بأنها الجنة، تلك الجنة ليس فيها تكليف، تلك الجنة إذا دخلها الإنسان لا يخرج منها. طبعا هناك لهم تأويلات ويقول لا، إذا دخلها دخول جزاء لا يخرج منها، أما إذا دخلها الاختبار يخرج منها. فما هي حقيقة تلك الجنة؟ الله تعالى أعلم بها، لكن الذي نعلمه يقينا أن الله تعالى قد هيأ الإنسان لهذه الأرض، وهيأ الأرض لهذا الإنسان، كما تحدثنا في آيات سابقة عن المبدأ الإنساني وعن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان في هذه الأرض. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الآن يوجد أبحاث للعلماء في الكون والفضاء، هل يوجد أماكن أخرى تصلح لحياة الإنسان؟ القرآن لم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك، ولكن ظواهر هذه الآيات تدل على أن مستقر الإنسان هو الأرض وليس باقي الأجرام، ولكن لا مانع أن يسعى ليبحث، ربما يستفيد أشياء، ربما يستفيد معادن، لأن هذا الكون مسخر لهذا الإنسان، الكون هذا عظيم مسخر لهذا الإنسان، فيكتشف أسرار الخالق سبحانه وتعالى في خلقه. أما مستقر الإنسان الحقيقي هو الأرض، فهي مهيئة لهذا الإنسان. نعم. ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار وبقاء لبث، ومتاع إلى حين، هي مهيئة لمتاع الإنسان، كل ما فيه يمتع الإنسان من طعام، من شراب، من هواء يستنشقه، من لذائذ يحصل عليها، كل ذلك متاع مؤقت إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا سيكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.